اذكر 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 مواد نستعملها وتكون معبأة في الصارات. هو 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 الضوء هنا يعني هو بس قبلك. خلينا نشوف مصطفى. معجون الأسنان. معجون الأسنان. الأسنان خلينا نشوف معجون الأسنان. برافو، وهو أعلى احتمال لسؤال بسيط. اذكر مواد نستعملها وتكون معبأة في عصارات. معجون الأسنان، قرر إلكم لو إلهم. إلهم. إلهم؟ نعم. لا والله. والله كريم. تفضل استاذ مصطفى. ويلا جعفر تفضل. الآن نسمعكم واحد واحد. أوكي؟ ست هيفاء، انطيني مادة واحدة نستعملها وتكون هي معبأة في عصارات. الدواء. الدواء. صح. وأستاذ عبد الهادي. مساحيق التجميل. مساحيق التجميل. برافو. ثالث، مستحضر طبي، مستحضر تجميل. وعلي. عصارة الصمغ. عصارة الصمغ. عصارة الصمغ، يعني هذا اللاصق. خلينا نشوف. نعم موجود. وجعفر. دهن الشعر. نعم دهن الشعر. الشعر. نعم دهن شعر. نعم. خلينا نشوف. نجيب عصارة. دهن الشعر. خطأ 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 خطأ. أول. ست هيفاء. ألوان مائية. ألوان يعني أصباغ رسم. عصارات الألوان اللي نستعمل يعني بالأصباغ. بالرسم. 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 العصارات التي تستخدم في الرسم.